هؤلاء المشردون الذين ينامون في شوارع لندن قد يصبحون عرضة لعقوبات تتفاوت بين الإبعاد والغرامة المالية وصولاً إلى السجن، وذلك وفقاً لتشريع يناقش في البرلمان ويعارضه عدد من النواب. تشريع من المتوقع أن يفاقم أوضاع المشرد ديفيد ومفترش الشوارع الأكثر عرضة للعنف وسوء المعاملة، خصوصاً أن غالبيتهم يعانون من مشاكل نفسية وصحية بما فيها الإدمان، وسط تهديد دائم من قانون مكافحة التشرد القديم الذي أقر قبل 200 عام. تجب مساعدة الأشخاص المحتاجين، لأن الوضع في الوقت الحالي لا يبدو جيداً لجميع المشردين. لقد رأيت الكثير من المشردين يتزايدون الآن في الشوارع، ولم تفعل الحكومة أي شيء، وعليها التحرك للقيام بشيء ما الآن. نأمل بحلول العام المقبل أن يتغير الوضع، لأننا نعاني حقا في الوقت الحالي. فمقترحات الحكومة التي تشكل جزءا من مشروع قانون العدالة الجنائية الرئيسي ستمنح الشرطة في إنجلترا وويلز صلاحيات فرض غرامات أو طرد الأشخاص الذين يعتقد أنهم يسببون إزعاجا أو حتى السجن، حتى لا يشعر عامة الناس بعدم الأمان أو الخوف، وهو ما أثار الكثير من الانتقادات والجدل حتى في صفوف حزب المحافظين الحاكم، إذ يطالب نواب بتعديل التشريع لتوجيه المزيد من الموارد لمساعدة المشردين. أشعر أن هذا النهج خاطئ للتعامل مع التشرد، والأولوية هي تركيز مجتمعنا هنا في المملكة المتحدة لمساعدة هؤلاء الرجال والنساء الفقراء كأفراد وكبشر. يجب أن نقوم بتخفيض ميزانية المساعدات الخارجية لدينا للتأكد من منحهم الأولوية ولإيجاد منازل لهم وتدريبهم. الجدل متواصل بشأن هذا التشريع منذ طرحه من قبل وزيرة الداخلية السابقة سولا برافمان، التي وصفت النوم في الشوارع بنمط عيش، نافية أن يكون الفقر سببه. من بين هؤلاء المشردين 4000 شخص في إنجلترا بمفردها يبيتون في العراء كل ليلة، وينتظرون ما إذا كان التشريع سيقر كما هو أم سيتمكن النواب المعارضون من تعديله. مصطفى زارو، العربية، لندن.